السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة رابعة إن شاء الله هناخد لسن 3 اللي هو السوشيال ستادز، دراسات اجتماعية. تعالوا نشوف الكلمات مسلم أو إسلامي. مسلم مسلم مسلم. احتفال celebration celebration celebration. كحك كحك كحك. مكسرات nuts nuts nuts. مخبز bakery bakery bakery. مسجد mosque mosque ماسك. غروب الشمس sunset sunset sunset. سمك مملح salted fish salted fish salted fish. عندي عيد الفطر عيد الفطر عيد الفطر. شهر رمضان رمضان رمضان. عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك. عيد الفصح الكوبتي كوبتك ايستر كوبتك ايستر. شم النسيم شم النسيم. اسلامي اسلاميك Islamic. العام الماضي past year past year. مهرجان أو عيد festival festival festival. شهر شوال شوال. عسل honey. أقدم oldest oldest. أثناء during during. شهر month month. حتى until until. مقال article article article. عندي مجموعة من regular verbs أفعال منتظمة. يصوم صام fast fasted fast fasted. يحدث حدث happen happened happen happened. يحتفل احتفل celebrate celebrated celebrate celebrated. يتغير تغير change changed change changed. عندي كمان مجموعة من الregular verbs أفعال غير منتظمة. يعلم علم teach taught teach taught teach taught. يقصد قصد mean meant mean meant mean meant. يعتقد اعتقد think thought think thought think thought. يقضي قضى spend spent spend spent spend spent. يرتدي ارتدى wear wore wear wore wear wore. عندي expressions and prepositions تعبيرات وحروف الجر أثناء النهار during the day during the day during the day. يفكر في بي أو يفكر في أو يفكر بي thinks about thinks about thinks about. عاملة جيدة did well did well. يقوم بالأفضل do better do better. يدعى أو يسمى is called is called. في اليوم الأول in the first day in the first day. لتكون سعيد for being happy for being happy. يقضي وقت spend time spend time. حان الوقت لي is it a time to it is a time to it is a time to. في شهر in the month of in the month of. let's learn. هيا نتعلم. هنا بيقول لي عيد الفطر هو احتفال عيد اسلامي. عيد الفطر is a Muslim festival. رمضان هو الشهر السابق للعيد. رمضان is the month before عيد. في رمضان يجب أن يصوم المسلمون أثناء النهار. in رمضان Muslims must fast during the day. تصوم يعني أن لا تأكل أو تشرب حتى غروب الشمس. fast means not to eat or drink until sunset. يأتي العيد في اليوم الأول من الشهر الإسلامي الهجري العاشر. عيد happens in the first day of 10th Islamic month. الكحك هو كحك لذيذ. كحك are delicious cookies. شم النسيم هو أقدم احتفالية مصرية. شم النسيم is Egyptian's oldest festival. يأتي في اليوم التالي لعيد الفصح القبطي. It comes the day after Coptic Easter. طيب تعال نشوف مع بعض بقى عيد الفطر in Egypt يعني عيد الفطر في مصر. عيد الفطر is a Muslim festival. The month before عيد is called Ramadan. In Ramadan, many Muslims fast during the day. This means they don't eat or drink until sunset. بنقول هنا إن عيد الفطر ده بيكون ده احتفال احتفال إسلامي يعني الشهر قبل العيد اسمه رمضان. في رمضان الكثير من المسلمين بيصوموا أثناء النهار. وده معناه ان هما مش بياكلوا ولا يشربوا لحد غروب الشمس. In the month of Ramadan, people think about the past year. They think about the things
They did well and the thing is they wanted to do better. It is also a time to help other people. بنقول في شهر رمضان الناس بتفكر في العام الماضي، بيفكروا في الأشياء اللي قاموا بيها بشكل جيد والأشياء اللي عايزين يقوموا بيها بشكل أفضل، وطبعا ده بيكون ايه أفضل وقت للمساعدة. When is عيد الفطر؟ امتى عيد الفطر؟ That's a very good question. It's different every year. Eid happens in the first day of the 10th Islamic month called Shawwal. The month starts when people see the new moon. بنقول طبعا امتى عيد الفطر؟ ده سؤال كويس جدا، بيبقى مختلف كل سنة. العيد بيجي في اليوم الأول من الشهر الإسلامي الهجري العاشر اللي هو اسمه شوال، بيبدأ الشهر لما بيرى الناس الهلال الجديد. طيب lots of كحك، الكثير من الكحك. كحك are delicious cookies. People eat كحك to celebrate. They have nuts, sugar and honey in them. Many families make كحك but you can buy them from a bakery too. بنقول الكحك ده عبارة عن كحك لذيذ، بيأكل الناس الكحك للاحتفال، والكحك ده بيكون يعني من مكوناته المكسرات والسكر والعسل والملبن، وبنحط كمان العديد يعني بتصنع العديد من العائلات الكحك، ولكن يمكن شراؤه أيضا من المخبز. عيد مبارك. عيد is a time of celebration and for being happy. People say عيد مبارك to their friends. People go to the mosque and spend time with their families. They eat delicious food and celebrate. العيد هو وقت الاحتفال وأن تكون سعيد. يقول الناس عيد مبارك لأصدقائهم. يذهب الناس إلى المسجد ويقضون الوقت مع عائلتهم، يأكلون طعاما لذيذا ويحتفلون. ده كده بالنسبة لرمضان والعيد. تعال نشوف بقى شم النسيم. شم النسيم is Egyptian oldest festival. شم النسيم is celebrated every year on Easter Monday, which is the day after Coptic Easter. Many Egyptians celebrate شم النسيم. During شم النسيم people eat dried fish called فسيخ, lettuce, green onions and boiled eggs. During the festival people like to bent boiled eggs, have picnics and spend the time outside. بنقول شم النسيم هو أقدم مهرجان في مصر. شم النسيم بيحتفل به كل عام في عيد الفصح، وهو اليوم التالي لعيد الفصح. يعني بيجي عيد المسيحيين الأول، تاني يوم بيبقى الاحتفال بشم النسيم. يحتفل كثير من المصريين بشم النسيم. أثناء شم النسيم يأكل الناس سمك مجفف يسمى فسيخ وخص، بصل أخضر وبيض مسلوق. خلال الاحتفال بيحب الناس إن هم يلونوا البيض المسلوق، وبيذهبوا في نزهات وقضاء بعض الوقت في الخارج. طيب تعال نشوف بقى أول حاجة عندي، أول سؤال reorder ترتيب number one. Many families make كحك at home. يعني كثير من العائلات بيعملوا الكحك في البيت. Number two, عيد is a time of celebration. العيد ده بيكون وقت الاحتفال. Number three, eggs boil. People like to paint boiled eggs. الناس بتحب تلون البيض المسلوق. طيب عندي هنا برضو بيقول استمع، اللي هي ده نص الاستماع، بنقرا السؤال والاجابه وبنقول ايه الكلمه اللي ناقصه وبنكمل، او ايه هي الكلمه اللي احنا قريناها موجوده في الاجابات. كحك are delicious cookies. كحك. Number two, people eat كحك to celebrate عيد الفطر. عيد الفطر. Number three, you can buy كحك from a bakery. Bakery. Number four, كحك have nuts, sugar and honey in them. Sugar. طيب عندي كمان choose اختياري. Number one, Muslims fast during the day in Ramadan. المسلمين بيصوموا أثناء اليوم في رمضان. Number two, عيد happens in the first day of شوال. يبقى هنا عندي بنقول عيد، العيد بيجي يعني أول يوم في شوال. Number three, كحك have nuts, sugar and honey inside. الكحك بيكون فيه مكسرات وسكر وكمان عسل بالداخل. العسل هو الملبل يعني. Number four, you can buy كحك from a bakery. يعني نقدر نشتري كحك من المخبز. Number three, read and complete the text with the words in the books. Sunset اللي غروب الشمس. شوال day يوم رمضان وعندي مسلم.
I love عيد الفطر. عيد الفطر is a Muslim festival. عيد الفطر ده بيكون احتفال مسلمين. رمضان is the month before عيد in before عيد. In رمضان هنا تاني كلمة هتبقى رمضان. Muslims fast during the day. Fast means not to eat or drink until sunset. عيد happens in the first شوال of the 10th Islamic month. It's a time of celebration. طيب تعال نشوف هنا بقى القطعة. شم النسيم is Egyptians oldest festival. It's come نفس القصة يعني. It comes the day after Coptic Easter. Many Egyptians celebrate this day. People spend all day in the park and green areas. They play and have lots of fun. Some people like to eat colored boiled eggs and salted fish and green onions. بنقول إن شم النسيم ده بيكون احتفال مصري قديم وبيجي بعد عيد اللي هو عيد المسيحيين. وبنقول إن الكثير من الناس بتحتفل باليوم ده، يعني كل المصريين بيحتفلوا بيه، يعني مسلمين ومسيحيين بيحتفلوا باليوم ده. بيقول الناس بتقضي طول اليوم في الحدائق والمساحات الخضراء وهم بيلعبوا يعني بيقضوا وقت كده ممتع. بعض الناس بتحب تاكل البيض المسلوق الملون والسمك المملح والبصل الأخضر. Number one, شم النسيم is a very old festival. هو احتفال قديم. Number two, people spend all day in parks and green area. بيقضوا اليوم في المساحات الخضراء. طيب number three, where do people spend the day? بيقضوا اليوم فين؟ نقول in parks and green areas. في الحدائق والمساحات الخضراء. Number four, what do some people eat that day? بياكلوا ايه في اليوم ده؟ نقول they eat colored boiled eggs, salted fish and green onions. بياكلوا بيض ملون وسمك مملح وكمان بصل اخضر. طيب هنا read and write the correct from form of the words between brackets. هنختار number one, شم النسيم comes the day after Coptic Easter. يبقى هنا after بعد بيجي قبل، لا هو مش قبل، هو بيجي بعد. بعد هنا ايه before دي غلط، نقول after قبله. number two, in Ramadan Muslims fast during night. بيصوموا أثناء الليل، لا طبعا أقول له أثناء اليوم the day. number three, هنا بيقول لي بسبوسة are delicious cookies. البسبوسة لا، أقول له كحك are delicious cookies. الكحك هو اللي بسكوتات لذيذة. number four, fast means they don't eat or drink until sunset. هو بيقول لي play، اللعب هو معناه ما تاكلش ولا تشرب لحد الغروب، لا ده تعريف الصيام. طيب البانكت with the following how ال h capital في الاخر question mark. هنا بيقول لي اكتب عن عيد الفطر، فهنقول له ايه بقى؟ هنقول له Muslims celebrate عيد الفطر every year. المسلمين بيحتفلوا بعيد الفطر كل سنة. they go to the mosque. بيذهبوا الى المسجد. children go to parks. الأطفال بيذهبوا إلى الحدائق. many people eat كحك to celebrate. إن الكثير من الناس بيأكلوا الكحك عشان يحتفلوا. children also like to buy toys in عيد. الأطفال كمان بيحبوا يشتروا الألعاب في العيد. كده خلصنا الدرس بتاعنا ده، الدرس الثالث. إن شاء الله أشوفكم الفيديو القادم مع الدرس الرابع والخامس، ونبدأ نعمل كده فيديو مراجعة قبل امتحانات الشهر. بشكركم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.